حكيت برشا على وضعية الإعلام وصلاح الإعلام وكل. في نفس الوقت أنت كانت عندك تجربة ما بين ماي 2013 تاريخ تأسيس الهيكا وأفريل 2015، وكنت عضوة في مجلس الهيكا في المرحلة هذه. تجربة انتهت باستقالة. ساعة أولا فيما يخص التجربة هذية، علاش اليوم يتسكروا قنوات وقررت الهيكا بإغلاق قنوات أو بحجز معدات البث تتطبق ومن 2014 حتى 2021 حتى 25 جويلية 2021 ما كانتش قررت تطبق؟ باهي، هو السؤال هذية في هي سؤالين في سؤال. سؤالين في سؤال في الحقيقة، خاطر فما أولا اللي قامت به الهيكا ومحدودية عمل الهيكا لليميت. اللي قامت به الهيكا، أنا نعتبر الفترة من 2016-2015 كانت فترة مهمة جدا لأنها فترة تأسيسية. احنا دخلنا بستيلو ورق، كان لابد من تركيز هيكل، والهيكل هذية حتى راهو القانون 116 ما يعطيناش برشا حاجات في دينا، يعني يقول لك انت باش تقوم دور تعديلي وهاو المبادئ العامه. يعني نص القانون عام جدا جدا، فكانت فتره تاسيسيه مهمه جدا وقعد التركيز فيها اساسا على الرصد، تركيز في فريق الرصد، واللي هي كانت يعني ما يسمى انا ما سميه التعديل على مستوى المضمون، لا ريغولاسيون دو كونتوني. فانا نقول العامين هذوما مشينا شوط كبير في تعديل المضامين، تعديل المضامين. سؤالي كان على علاش من 2014 لليوم فما قرارات بحجز المعدات وبغلق قنوات. فتعديل المضامين مشينا فيه شوط كبير وقع حتى يعني تسليط عقوبات رادعه وكان فما نتائج. بالنسبه للتعديل هو ما يسمى يعني بالتعديل على مستوى منح الاجازات وتعديل الاقتصاد المؤسسه الاعلاميه ككل، هذيا ما نجحناش فيه، ما نجحناش فيه زوز عوام. العام الاول كونوا القانون بيدو 116 ماهوش دقيق بما فيه الكفايه باش يخلي الهيكا تمارس الصلاحيه هذه. الجانب الثاني العلاقه بين الهيكا والقضاء، القضاء زاد العلاقة كانت علاقة متوترة جدا، لأنه إش كان القاضي؟ القاضي يقول هذه مش من مشمولاتي ويرفض النظر في القضية، أو بالعكس يعني يجي ويعتبرها من مشمولاته ويجي مع ربما ضد الـ 116. فأنا أرى اللي هنية وهذه إلى جانب هذه بطبيعة الحال فما دور السلطة السياسية، دور السلطة السياسية اللي هو كان دور داعم للقنوات الماردة عن القانون، وهم يعني فعلا يعني كان هناك دعم كبير لنسمة، لأنها صاحب نسمة هو نعرفوه اللي هو أخذها من وقت يعني بن علي يعني، ولكن بعد ولا دخل في مشروع نيدا تونس، فكان الدعم لنيدا تونس ما يخليش يعني السلطة التنفيذية والسلطة حتى القضائية باش تلعب دورها. كيف بالنسبة للزيتونة اللي هي النهضة، يعني الزوز اللي حكموا من 2014 ل 2019 هذوما زوز قوى سياسية اللي حكمت، هما اللي كانوا عندهم قنوات تبعتهم وخارجة عن القانون. فمن الطبيعي كونه ما يطبقوش قرارات الهيكا، ما تطبقش لها الهيكا الا حتى لين، وتمادى الشيء هذايا حتى بعد انتخابات 2019، باعتبار نعرفوا كنا اللي السلطه التنفيذيه يعني ما براسيها ما كانتش عندها نفوذ كبير. رئيس الجمهوريه صلاحيته محدوده ورئيس الحكومه ما توجدتش حكومه، فالبرلمان هو الواحد. فهذا هو يعني، فانا شو نقول اليوم قوم اذا كان نحبوا اليوم الهيئه التعديليه تلعب دورها، شو يلزم؟ يلزم اولا مراجعه
الآليات اللي تسمح للهيئة التعديلية بتعديل المؤسسة الإعلامية على مستوى اقتصادي، مش فقط المضامين، مش فقط المضامين. هذا مهم ومهم جدا. وفي أيضا مزيد ضمان استقلالية أعضاء مجلس الهيكل، يعني هذه الاستقلالية يعني هي مهمة جدا وهي سلاح ذو حدين، لأنه الاستقلالية هذه من جهة تخلي العضو ينجم يقوم بمهمته، لكن من جهة أخرى زادة تنجم تخليه هو ربما طعم سهل لعديد الإغراءات. فأنا أقول لابد من تحسين أيضا أعضاء الهيكل. فأنا أرى اللي إحنا لابد من أن نستخلص النتائج من التجربة التعديلية هذه باش نفكروا في إنشاء هيئة تعديلية جديدة لا تعيد استنساخ الهيئة الحالية. حكيت أنتخوت على استقلالية أعضاء المجلس، وكانت فما في النص اللي أعلنت فيه على استقالتك في المرحلة هذيك كان فما معناها ان اكستري يظهر لي انتريسون لهنا وما تحكيش فيه سابق، اللي الاستقاله كانت على اثر عدم رضاك على دفعتي اجازات في جويليه 2014 وفي افريل 2015. والاكستري اللي نحكي عليه المقتطف هذايا هو إشارة في نص الاستقالة على أهمية النأي بالهيئة عن الصراعات السياسية وحمايتها من السقوط في قبضة الجماعات الضاغطة المحلية والدولية. جماعات الضاغطة اللوبيات، لوبيات الغرف المظلمة. شنو كيفاش كان يتمثل وكيفاش كان يتم التعبير على خطر اللوبيات هذية في تجربتك في الهيئة؟ مش كان يتمظهر شيء. هو راهو التاريخ بيدو يتكلم وحده. كي نقولوا ابتداء نحبوك انت شاهد على التاريخ. لا التاريخ مش انت تنطق. اي التاريخ نقولوا في اخر 2014، شنو اللي وقع في اخر 2014؟ انتخابات، الانتخابات التي افرزت اغلبيه حاكمه. لانه الى حد الانتخابات كان المجلس الهيئة يتمتع بالحق باستقلالية كاملة، لأنه ما فماش أغلبية واضحة. لكن أنت زاد احتجيت على دفعة الإجازات بتاع جويلية 2014 قبل الانتخابات. لا، لكن بالأساس هو الأخطر هو اللي وقع في 2015. أفريل 2015. 2015. 2014. 2014 يعني هي تقريبا نوع يعني من الفشل نشو نسميها. يعني في 2014 التأثير كان على مستوى نوع من البونديتيزم، بونديتيزم انديفيدوال. معناتها يجي شكون طالب إجازة يحط لك كرهبته يحط كرهبته يسكر بها المدخل والمخرج متاع الهيكل ويدخل للبيروات يهدد الأعضاء. راو إذا كان ما تغيرونيش صبغة القناة من قناة جمعيتية إلى قناة تجارية، راني أنا نعمل لكم ونسيب لكم. يعني دي بونديتيزم بيرسوناليزي. وبطبيعة الحال أعضاء الهيئة ما عندهم حتى حماية. يعني هنايا مثلا وقت اللي نفكروا باش نوضعوا قانون جديد لازمنا أن نحطوا نوع من الحماية لأعضاء مجلس الهيئة. شكون الشخص اللي كان عنده؟ والله تو أنت ترجع وتشوف أن هي القناة اللي طالبت باش تتغير صيغتها من جمعيتية إلى تجارية وتعرفها شكون. وكان له ذلك وتم الاحتجاج في محضر جلسة من طرف أقلية من الهيئة كونه مش معقول تحت الضغط نغير صبغة القناة. فهذه كان في 2014. كان نرجع ل 2014 القناة الوحيدة اللي بدلت صبغتها من قناة جمعياتية إلى قناة تجارية هي قناة الحوار التونسي. هي الحوار اللي كان وقتها كان ملكيتها ترجع للطهر بن حسين. كانت الحوار هي ما كانتش الحوار التونسي. وهدد نعم قناة الحوار التونسي. الحوار كانت دول مرة الحوار وكانت التونسية. فوقت التونسية رفضنا لها وقعت صفقة ما بين صاحب الحوار والتونسية. والصفقة علمنا بها وعارفين وقت نهارتها باش تغير الصبغة من الغدوة باش يبيعها.
سلوك هذا تتهم طاهر بن حسين معناها وباحة بالفعل اللي انت كنت حكيت عليه في علاقة بالهيئة موثق في محضر جلسة موثق في محضر جلسة بالهيئة وباحة بزو 2.5 مليار زوز مليار دوات ونص 2 مليون دو دينار خلينا اي 2 مليون زوز الحساب بالمليمات 2500 مليون دينار مع انه كانت هناك صفقه وصفقه مشبوهه لانه منين جاوا الاموال الطائله هذيا نتاع السيده اللي اشترت الحوار زوز ملايين و500 دينار وطلبنا بعد وضعنا مطلب لي على مكتب رئيس الهيئة مكافحة الفساد طلبنا منه باش يحقنا في يعني بعد الاستقالة ولا في لا 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 قبل قبل لا قبل تم التحقيق هذا ما قعدش نستنى حتى الاستقالة تم التحقيق لا حتى جواب وقتها الهيئة قالت ما عندهمش الإمكانيات في 2014 قالوا ما عندناش الإمكانيات للتقصي معناتها قلنا لهم نحبوا نعرفوا منين جاوا الفلوس هذوما اللي معناتها تشرى بيهم الحوار باش ولا الحوار التونسي هذه في 2014 من 2014 ل 2015 ننتقلوا لمرحله جديده مرحله جديده هي كونه ظهرت اغلبيه حاكمه والاغلبيه الحاكمه هذه بطبيعه الحال تتقاسم فيها النهضه ونداء تونس المشهد السياسي فطبعا كان عنده هذه انعكاسه داخل الهيئه وطبعا تم التوقعات تعطي اجازه الجهه قريبه من نداء يلزمك تعطي اجازه الجهه قريبه من نهضه وكانت هناك اقليه ولات هي تتفرج منهم انا لكن من احداث الهيئه كانت فما مساله الرضا السياسي على الشخص الفلاني وعلى العضو الفلاني او لا حتى في احداث الهيئه صحيح صحيح ولكن هاني فسرت لك صحيح كان هناك ولكن النتيجة اللي كانت هو بما أنه غياب يعني عدم تشكل نهائي للمشهد السياسي نعرف اللي المشهد السياسي لم يتشكل بصفة نهائية إلا بعد انتخابات 2014 ابتداء من انتخابات 2014 ولا ضغط منظم من طرف سلطة حاكمة وبطبيعة الحال توقعات كيفاش تم التعبير على الضغط هذا معناه مثلا تليفون يجي يجي المسؤول السياسي نجم يجي تليفون على اثر ويقف اجتماع اللي احنا نتداولوا فيه حول اسناد الاجازات عادي ويقف الاجتماع وما نرجعوش لعشيه وما نرجعوا كان الغدوه وينجم نكونوا في اجتماع ويجي احد الطالب معناتها احد طالبي الرخص واحد طالب رخصه اجازه يجي ويطلب مقابله ويقف الاجتماع ويقابل العضو ومن بعد نعلم بهذاك يعني فعلا كان تدخلات الى حد قلت لهم شوف انا راني مستانسه قلت لهم راني استاذه جامعيه وقت قبل ما نبدا نعدي لورال للطلبه نسكر تليفوني ليلة قبل يتسكر التليفون على خاطر باش يكسروا ليلتها التليفونات نتاع فلانه فلتانه اللي تعرف بو فلان فلتانه باش توصيه عليا باش نعطيه عدد به فانا شو وليت نعمل قلت لمراو اللي يعطيني اسم راني باش نزيد نهبطلو في النوت وانا ما نحبش نظلم الطالب فانا نولي نسكر تليفوني ليله الامتحانات قلت لهم انا نطلب منكم حاجه برك وقت اللي ندخلوا المداولات تسكروا تليفوناتكم هل انه نجم نعتبر تجربتك مع رئاسه الجمهوريه والنظره النقديه هذه المراحل مختلفه في تاريخ الاعلام في تونس لك في التاريخ السياسي تونس وعندك زادة نظرتك القانونيه بحكم استاذه قانون عام معناها هل انه الشاهيه ما زالت نجم تتحل للسياسه في اطار تنظيم معين ممكن ينجم يبعث رئيس الجمهوريه قيس سعيد لا 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 تنظيم سياسي لا معناتها لانه انا اولا كشخص انا يعني ما عنديش الانضباط الكافي باش نكون في تنظيم سياسي ما عنديش الانضباط الكافي انا يعني صاحب التفكير حر نتفاعل مع ما هو موجود حسب يعني ما يمضي عليه فكري وضميري فانا ما تصورش روحي في تنظيم سياسي بتاتا
اما كوني معناتها يعني نظل يعني نطلع بمسؤوليه او يعني نقوم بعمل قاعدي او نتوجد يعني ما نعرفش انا في هيئه تمثيليه هذيا معناتها نخليه مفتوح. وحتى برو بالنسبه لمهمتي كمستشاره لرئيس الجمهوريه انا كنت منذ اللحظه الاولى وربما هنا يعني نقول لك حاجه عمري ما قلتها، رغم اللحظه الاولى قلت لسيد رئيس الجمهوريه قلت راني انا بالنسبه لي مهمتي نعتبرها مهمه وقتيه ظرفيه، امنيتي نركز لك فريق اتصالي ونغادر، خاطر انا مانيش من النوع اللي باش نجم نبقى 5 سنين في عمل اللي هو ينجم يولي عمل اداري. ربما الخروج كان بعد سنه، ربما كان معناتها كان بودي لو قبل ما نخرج وقع تركيز الفريق الاتصالي حبيت على سي دي دي بثلاث سنين مثلا. لا ثلاث سنين لا، أما ربما فترة لتركيز الفريق الاتصالي كما ما كانش ممكن لعدة عوامل، فأنا انسحبت. أهمها ولكن أهمها العوامل، أهمها لابد من هامش من الحرية باش أنت تكون الفريق. وقت اللي أنا نختار فلان وفلان وفلان يزم أنا عندي هامش من الحرية. رئيس الجمهورية متفرد جدا بسلطة القرار وهذا هو اللي ينقص من هامش الحرية. أبدا أبدا، عمره ما تدخل في الأمور هذه. من شكون اللي حد لك من حريتك وأنت مستشارة؟ شوف رأي فاش يقولها، كانش أنت تمثل أقلية قليلة. أنا أقول لك رأي، شوف أنا قاعد نحكي لك على موضوع منظومة ورثناها قديمة وراو مش بس. شنو تو مدام رشيدة تقولي منظومة ورثناها قديمة في قصر جت فيه كيب جديدة؟ لأن الرئاسي هو اللي فرض ما عاش الموظفين اللي في القصر. شكون؟ شوف المنظومة كي نقوله ماهوش رئيس الجمهورية هو اللي رفض تقول المنظومة قديمة. المنظومة تتجاوز الأشخاص، أرواح بورقيبة ولا بن علي ولا المنظومة. فعلا أنا هذا ربما اللي فهمته، المنظومة تتجاوز. شنو اللي فهمته؟ اللي أرواح بن علي؟ لا لا لا، تتجاوز الأشخاص. المنظومة تتجاوز الأشخاص، يعني انت الشخص تنجم تحطه وحده ينجم يكون يعني فعلا يعني انسان. مازال حديثك مبهم في النقطه هذه، مبهم الى حد ما. اي خاطر عندي واجب التحفظ، ما نجمش نتكلم اكثر من هكا. هذا هو بالنسبه لي، نعتبر اللي ما نجمش نتكلم هكا خاطر وقتها باش نولي نتكلم في الاشخاص. ولكن نحب نفسر لك اللي راو فعلا مؤسسه الرئاسه في حاجه هي بيدها الى تغيير. لكن هنا مدام رشيدة المشكلة معنا، وإحنا حكينا برشا عن التاريخ. ما يكفيش، سمحني كلمة، ما يكفيش بالشوقة انتخاب رئيس جديد وبطريقة ديمقراطية وبأغلبية يعني تجعله يحظى بشعبية كبيرة. هذا الكل ما يكفيش باش يكون معناتها تتغير المنظومة القائمة. أنا تنسب هذا مثلا فما زوز ذوات موجودين في مختلف المراحل التاريخية في تاريخ سياسي لتونس اللي هما ذوات مبهمة، نذكر منهم فكرة لونتوراج المحيط. بورقيبة باهي لكن وسيلة خايبة، بورقيبة باهي لكن الوزراء فلان وفلان وفلان هما اللي خايبين والمشكل فيهم. بعد في المرحلة اللي بعد بالعلي باهي لكن الطرابلسية هما اللي سراق والطرابلسية هما اللي خايبين. وبعد هذا وفي المرحلة هذه فما عبارة تعاود تكرر نفس السردية. خلني أقف هوني فيما يتعلق بقيس سعيد ومحيطه. شو خلني أقف هوني، خلني أقف هوني باش نجمو نفهمو. ريت وقت لساعات التاريخ تو انت قبيليك قلت لي ليه وشنو تحول رجعت بيا للتاريخ واحنا ولاد اليوم. ريت التاريخ ساعات بإيجاز كبير، التاريخ يعطي إكليراج به. جستم وأنت الأمثلة اللي خذيتهم، علاش زعما هذا الكل؟ على خاطر أن نجم نقول كلمة ربما تظهر اختيرة. إلى حد الآن ما عندناش مؤسسة الرئاسة، عندنا رئيس. ريت من بورقيبة إلى حد اليوم ما فماش مؤسسة. المستشارة السابقة الرئيس الجمهورية ما فماش مؤسسة. قل لي اليوم اللي ما فماش مؤسسة رئاسة الجمهورية في تونس. مؤسسة الرئاسة ان طونك انستيتيوشن. ريت المشكل هي مشكلة هي شنية الدولة؟ مش المفروض تكون من ركائز الدولة مؤسسة رئاسة الجمهورية؟ هي شنية؟ معناها ما عندناش دولة برشا اليوم. سامحني، لا دولة القانون، فما فرق. راي احنا هنية نتحدثوا على انتقال ديمقراطي وننساو الانتقال الديمقراطي من اهداف وتركيز دولة القانون.
دولة القانون هي دولة المؤسسات التي يعني تستند لي يعني الدولة التي تستند على المؤسسات لي معناتها ضمان الحقوق والحريات. هاي من اهم المؤسسات اللي باش تستند ليهم حسب تقديرك. ما فماش انت الحكومه هي فما مؤسسه حكومه اليوم بمفهوم دوله القانون حسب تقديرك؟ لا انا اسالك عدد. لا انا نسال فيك خاطر تستغرب. انا اليوم اللي صحافي وانت اللي نقول لك احنا ما خلطناش. وهذا علاش انا نعتبر اللي 25 جويلية جا في وقته، لانه اكثر من هذاك. هي انا شو نقول معناتها الوقت اللي سالوني بالنسبه لي شو رمز 25 جويلية؟ قل لهم 25 هو انقاذ للدوله، بقي علينا ان نحقق دوله القانون. هو انقاذ للدوله لان الدوله تهاوت، تهاوت الدوله، ما عادش فيها ما دوله. ولو كان الدوله تكون مريضه ومتعفنه ما عادش فيها ما دوله. وكل واش منعوا فيها؟ لا انا سؤالي لا، الدوله ضروريه، بدون دوله فيولي قانون الغاب ونرجعوا يعني يعني للنظام القبائلي. الدوله هي معناتها المؤسسات. فاحنا عندنا الدوله، انا اقول تم قيس سعيد فعل نهار 25 جويلية انقذ الدوله، لكن بقي علينا ان نحقق دوله القانون. ودوله القانون هي دوله المؤسسات. انا نقول اليوم راهو ما عندناش المؤسسات نتاعنا ضعيفه وضعيفه برشا. صحيح عندنا اداره والحمد لله وهي اللي قاعده شاده، ولكن الاداره هذية يعني بدون يعني انصهارها في مؤسسات دوله قويه راهو تبقى ديما يعني الخطر يحدق بنا. شكرا رشيدة النايفر، المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية، حاليا أستاذ قانون العام، العضو السابق بمجلس الهيكا. شكرا على حضورك بحضنا اليوم وعلى تخصيص الوقت هذايا وتقاسم المعطيات والأفكار. شكرا على هذايا، التبادل بين الأجيال، تبادل الآراء بين الأجيال. مرحبا بك. مرحبا.